مخرج وكاتب الأفلام الوثائقية المبدع محمود رشاد بدأ مسيرته الفنية من عالم المكياج السينمائي الذي برع فيه. امتلك مهارات فنية وقدرة كبيرة على رسم الشخصيات السينمائية والتلفزيونية بشكل واقعي ودقيق. ومن أعماله المعروفة في مجال المكياج الإبداعي مسلسلات في كل أسبوع يوم جمعة وتحت السيطرة ومسلسل النمر. لم يتوقف محمود رشاد عن محطة المكياج الدرامية، وقرر تحقيق حلمه الكبير بالتحول إلى الإخراج، فعمل على عدة مشاريع تلفزيونية وسينمائية. وكانت تجربته الأهم في كتابة وإخراج السلسلة التاريخية الوثائقية التي لفتت الأنظار أم الدنيا. حلقات أم الدنيا عرضت منها حتى الآن على منصة ووتشت جزئان، وقامت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فيها بدور الراوي، ولاقت الحلقات التي قدمت لأول مرة التاريخ المصري بشكل درامي ووثائقي حافل بالإثارة إقبالا جماهيريا كبيرا، واستقبلها النقاد باهتمام واعتبرها خبراء وعشاق التاريخ بداية جادة لقراءة فنية جديدة لتاريخ المصريين.